تدوير المدربين، عنوان لأهم قرار صادر من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مؤخراً لتنظيم بطولة الدوري الممتاز. قرار جاء في الوقت المناسب لفرض الضبط والربط على الكرة المصرية بعد فوضى انتقالات المدربين. الدوري الممتاز في الموسم الجاري واجه انتقالات غريبة للمدربين، مدرب يترك ناديه لينتقل للعمل في ناد آخر. الظاهرة بدأت في الدور الأول حينما ترك محمد عودة منصب المدير الفني لغزل المحلة بعد سلسلة من النتائج الرائعة ليتولى تدريب المقاولون العرب، ليبدأ مولد انتقالات المدربين. وتبعه سريعاً عماد النحاس المدير الفني الذي بدأ مع المقاولون واستقال من منصبه لينتقل بعد أيام للعمل في الاتحاد السكندري. ثم تفشت الانتقالات بصورة غريبة، فاستقال تامر مصطفى من تدريب مصر المقصة، وبعدها بأيام قليلة يتولى تدريب الجونة عقب رحيل رضا شحاتة. وجاءت الطامة الكبرى في الأسبوع الماضي بانتقالات مفاجئة. عبد الحميد بسيوني يترك غزل المحلة، ثاني نادي قاده هذا الموسم بعدما بدأه مع الطلائع، ليتولى منصب المدير الفني لسموحة السكندري. ليعلن المحل على الفور شكوى بسيوني. في الوقت نفسه استقال أحمد سامي من تدريب سموحة ووقع عقدا مع سيراميكا كليوباترا بعد سداد الشرط الجزائي. خمسة مدربين تولوا تدريب أكثر من نادي في دور واحد، رقم كبير للغاية، وصنع أزمات لا حصر لها للأندية. ليتم حسم الأمر بقرار رائع من رابطة الأندية عنوان إلغاء تدوير المدربين ووضع العمل مرة واحدة في الدوري، حد أقصى في الموسم لأي مدرب. اهلا بحضراتكم من جديد، منورنا كابتن سعيد لطفي لاعب نادي الزمالك السابق. اهلا بيك يا ابو الكباتن. اهلا بك استاذ محمد، برحب بحضرتك وبرحب بالساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين. هنتكلم اكيد النهارده عن لقاء امبارح، لقاء الزمالك وانبي، ولكن قبل ما نروح للقاء الزمالك وانبي حابك تعلق على التقرير اللي احنا لسه شايفينه مع بعض ده، فكره عدم او ممنوع تداول المدربين او مدرب يكون في اكتر من نادي في نفس الموسم. شايف المشكله هنا منين، وهل القرار ده صح في التوقيت الحالي ولا غلط؟ بص، هو ممكن تقول القرار في التوقيت ده ممكن تقول سليم مظبوط، ولكن انا شايف في تحامل جامد جدا على المدربين. محدش بص للانديه، كله بيدور على المدرب اللي ساب النادي ومشي. طب انت دلوقتي حضرتك المدرب اللي ساب النادي ده، اللي ساب مثلا هنتكلم ساي على محمد عودة، ساب المحله وراح المقاولين ايا كان نادي، يعني مثلا ما هو من ضمن النماذج. طيب مين اللي كلم محمد عودة؟ راح بمزاجه المقاولين ولا النادي اللي كلمه؟ تفاوض اكيد، تفاوض من النادي. فاذا هي برضه في عيب على مين؟ على النادي. نفس الكلام الوضع بالنسبه لاحمد سامي في سيراميكا، ما راحش سيراميكا بمزاجه، سيراميكا قال له سيبه تعالى، بس يوني من المحله لسموحه. فما جيش انا امسك المدرب، يعني دي نقطه الناس مش واخده بالها منها. الانديه عندها برضو عندها قصور، فاتمنى ان القرار ما يتمش تفعيله على المدربين بس، لا، الانديه كمان لازم يتم تفعيل القرار معاها بما يناسب انتقالات المدربين. ايه القرار ممكن يطلع للانديه؟ يعني حضرتك ممكن ايه اللي يتقال؟ يعني مثلا الانديه ما مالوش اكتر من اثنين مدربين فنيين في الموسم. ما انت بتقول المدرب مالكش غير نادي مره واحده هتمرن فيها. طب افترضنا المدرب ده قعد مثلا اسبوعين، ثلاث اسابيع، اربع اسابيع ومشي، وكان جاي له برضه عرض افضل، بعدين في شروط جزائيه. احنا ممكن نعمل حاجه من الاثنين، يا اما هنجبر الانديه تجيب مدربين اجانب، يا اما هنقول لمدربينا روحوا دربوا بره. اكيد يعني هي دول ممكن يحصلوا اكتر، بس ده من زمان كان بيحصل في الدوري المصري، والناس كتير كانت بتنتقد ده. فكره بدون ذكر اسماء في مدربين دربوا تقريبا نص الدوري، حصل يمشي من هنا يروح هنا، يبقى فاشل هنا ويروح فاشل او ناجح، ممكن يكون ناجح ويقولوا له تعالى عشان في عرض مادي اكتر. فقول ده بيعمل مشكله ثانيه، مثلا فلان بيروح المكان الفلاني فمعتمد على ثلاث لعيبه فعايز يجيبهم معاه، فيجيب الثلاث لعيبه معاه، ففي لعيبه لفت على خمس ست انديه مع هذا المدرب او مع مدربين دول في اكتر من حاجه. ده كان من زمان جدا بيحصل، هم بيحاولوا يعدلوه دلوقتي، ولكن كان يخلوه مثلا ببدايه الموسم الجاي، ولا كان من الموسم ده في النص كده علشان هم وقفوا، عشان وقفوا ملاقوا في هوجه حصلت وفي اعتراضات كتير حصلت من على السوشيال ميديا وعلى في البرامج وفي الاعلام، فقال لك والانديه اعترضت، فقال لك نوقف القصه دي. طب ما انت كنادي برضو من حقك ان انت في ثانيه بتمشي المدرب، تقول له امشي، او اللاعب لما لاعب يسيب نادي ويروح نادي تاني اخر
يقول لك اللعيب سابني ومشي. طب ما انت ممكن يجي وقت تقول له شكرا مع السلامه مش عايزك. وضربت مثلا قبل كده مثلا بقصه عصام الحاضر. لا ما هو بيكون في التزامات عقود، يعني مثلا بيكون في يا اما شرط جزائي، مثلا النهارده زي ما اللاعب ليه حق عند النادي، النادي ليه حق عند اللاعب. مثلا ما ينفعش اجي اقول النادي قال للمدرب يمشي، المدرب ممكن يرفع قضيه. المدرب لو العقد ما اشترطش ان هو يمشي غير بعد ما ياخد شرط جزائي او بعد طرديه معينه او بعد حاجات معينه مش هيمشي. طيب ما انا بتكلم في كده، ما انا قصدي برضه انت بتقول يعني ممكن يكون في تعديل في صياغه العقود. صياغه العقود وبعدين بس في ميزه، يبقى في تعديل في صياغه العقود ويبقى في شروط جزائيه اكتر على المدربين، يعني يبقى الشرط الجزائي الاكبر على مين بقى؟ على المدرب والنادي. على المدرب. لا احنا خلينا ماشي نقول المدرب ماشي، نيجي على المدرب شويه بس، يبقى الشرط الجزائي طالما برغبه المدرب يبقى شرط جزائي كبير، بحيث ان برضه يعرقل شويه مساله انتقاله من نادي لنادي. بس انا بقى في حاجه كويسه جدا في القرار ده الناس مش واخده بالها منها. إيه؟ برضه هقول ان القرار ده هيفتح فرص او هيطلع كوادر تدريبيه جديده. جديد. يعني انت دلوقتي لو اي نادي ماشي مدرب هجيب مدرب قاعد، ما ابتدي بقى اجيب مدربين الشباب، فدي فرصه ان انا ما اشتغلش بقى على كام، على 15 20 مدرب شغالين بيلفوا حوالين بعض. لا عندي بقى ابتدي اجيب كوادر جديده واطلع مدربين، ووارد جدا ان عندنا اسماء كبيره طالعه الفتره اللي فاتت بشكل كويس. خالد جلال ماشي بشكل كويس ما شاء الله، احمد سامي، علي ماهر، هيثم شعبان، سيراميكا، رضا شحاته في الجونه، عندنا عماد النحاس من كام سنه. عماد النحاس انا بتكلم ان انت دلوقتي ابتديت في كوادر، عبد الحميد بسيوني ابتدى تطلع اسماء جديده. كنا الاول من فتره من حوالي 5 سنين كنا بنشتغل اسم صح ما ينفعش ننساه، كابتن مجدي عبد العاطي. لا طبعا مجدي من المدربين اللي هايلين وعمل شغل كويس مع فاركو وصعد معاهم اكيد ما فيش شك، قبل كده مع اسوان. بتكلم الجيل اللي هو طالع، الجيل اللي هو 74 و 75 ياخد فرصه بقى. دي حاجه كويسه، انت بتعمل كوادر جديده. فمن ضمن المميزات برضه عشان ما نتحملش على القرار لهذا القرار ان في هيبقى في كوادر جديده هتطلع هنشوفها الفتره اللي جايه في مجال التدريب. بصراحه بستغرب هم 18 نادي وفي تقريبا 16 مدرب، يعني في تقريبا انت بتتكلم في 16 مدرب. قبل كده كنت بتتكلم من حوالي 5 6 سنين ان في حوالي 5 6 مدربين يمشي من هنا يروح بس هنا. بس كان في مدربين كتير اجانب. انا معاك، ما انا بتكلم كان في اجانب بس السنه دي ما فيش كتير اجانب. المصريين كانوا 5 6 مدربين يمشي من هنا يروح هنا، يمشي من هنا يروح هنا، ما ينجحش معنا ده يروح نادي تاني وممكن ينجح معاه. فانا بتكلم ان انت كنت قافل المنظومه كلها بالنسبه لمجال التدريب على او المدربين على عدد معين. دلوقتي خلاص العمليه فتحت دلوقتي وابتدي هبتدي زي ما انا بوسع القاعده في قطاعات الناشئين. احنا بنتكلم ده عن قطاعات الناشئين والبراعم وتوسيع القاعده بالنسبه للقوائم اللاعبين والكلام ده كله. هبتدي اوسع القاعده بالنسبه للمدربين ودي حاجه كويسه ان انا هبتدي اكتشف كادر جديد واسماء جديده هتظهر على الساحه خلال الفتره الجايه. فاتمنى ده يكون مصلحه الكره المصريه. اتمنى يبقى في توازن، بس ما نجيش قوي على المدربين والانديه ما بقاش عليها اي لا ده الانديه هي اللي بتقول للمدرب سيب هنا وتعالى هنا. صح. بس يعني بس حبيت اناقش حضرتك في التقرير ان هو كان تقرير مهم جدا. اكيد. حابين بقى نروح لنادينا نادي الزمالك. امبارح كان يوم صعب و لقاء انا مش عارف اوصفه بايه، او مش عارف يعني انا كل ما افتكر لقاء امبارح وحابب اتنرفز جدا، بيتضايق جدا على الاداء، بيتضايق على شكل الفريق. فشفت امبارح اللقاء ازاي؟ بص انا 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 كنت قاعد بتفرج عليك في المقدمه وسمعتك وانت بتتكلم، انا يعني انت اتكلمت بلساني وبلسان حال الزملكاويه، كلمت كلام طالع من القلب يعني بصراحه كلام عجبني، والواحد عايز يقول اكتر من كده كمان، لكن مش عايزين نسرب الياس والاحباط لجمهور نادي الزمالك. صحيح. احنا بنتكلم انا وانت قبل ما نطلع فاصل، قبل ما نطلع هوا في الفصل، فبتكلم معاك بقول لك بتقول لي يعني انا فين فريق زمالك؟ قلت لك تحس ان فريق الزمالك ناقص 10 لعيبه اساسيين. عارف انت لما تلعب باللعيبه الناشئين ويقول لك ده غياب الدوريين كذا كاس الرابطه. يعني من بدايه المباراه انبي متفوق، انبي امبارح استحق الفوز وكان ممكن يكسب 3 و4. خلينا متفقين وخلينا صراحه ما نجيش نقول ما انت كنت في الاول قلت احنا معودين الجمهور بنيجي هنا نتكلم بصراحه. بصراحه. مش عايزين نقول نقصوا على اللعيبه قوي، لكن لا انا 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 انا, أنا ماتش امبارح يفرق معايا بشكل كبير في 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 بطوله الدوري. يعني ماتش امبارح انا السنه اللي فاتت احنا لازم نقول المشكله من اللي في الملعب، يعني الاداره عامله كل اللي عليها وكل الالتزامات، الاداره الفنيه عامله عليها وكل عامله كل الالتزامات. متفق معاك تماما. ف ايه اللي ناقص يا جماعه؟ لا بس انا بس الاداره الفنيه برضه انا هحمل المدير الفني اكيد عليه نسبه. اكيد عليه نسبه. ادارته للقاء ما هو بص في حاجة اسمها برضه الناس مش واخدة بالها، الناس بتتفرج على الماتش من ساعة صفارة الحكم أو من لحظة التسخين، التهيئة النفسية قبل المباراة.
ان انا عندي بعمل التهيئه النفسيه الاستعداد النفسي للمباراه بالنسبه للعيب. حضرتك عندك شك ان فريرا عمل ده؟ يعني عندك شك ان فريرا اثر في التهيئه النفسيه؟ اكيد في عنده. بص طالما فرقه خسرت بالشكل ده ومدير فني تفوق عليك بالشكل ده تكتيكيا، الزمالك لو قعد سنه ما كانش هيجيب جول. متفقين؟ امبارح الزمالك لو قعد لغايه الفجر ما كانش هيجيب جول. عملنا جملتين، جمله جت في العارضه، جمله قبلها ما كملتش. المباراه لو كانت زادت شويه كان ممكن احنا خسرنا بنتيجه اكبر. لو هنوجه نصيحه للعيبة والجهاز الفني قبل لقاء طلائع الجيش. بص بقى، انا ميزه الفرقه الكبيره او الـ 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 النادي الكبير، المدير الفني اللي هو المخضرم واللعيبه اللي عندها خبرات، ان انا ماتش، لان انا متعود على كده، بلعب بطولات افريقيا وبلعب كاس مصر وبلعب دوري، فمش هكسب على طول، فوارد ان انا اتعادل، ان انا اخسر، ان انا اكسب الماتش اللي بعده. ان انا كان قبل كده الفرقه تخسر يقول لك احزان ولسه هنلم نفسنا، لا انا لم، انا بلعب كل 3-4 ايام ماتش. فلازم انا، ده شغل بقى مدير فني، تهيئ ان انا هيئ اللعيبه نفسيا بشكل كويس. انا عندي مباراه يوم الثلاث لا تقل صعوبه عن مباراه انبي. صحيح. انت بتلعب منافس، بتلعب فريق قوي مع مدير فني بيعرف. ما بقاش في فرق ضعيفه في الدوري. ما بقاش في، بس انت بتلعب في الدير في متناول، ما فيش. انت احنا مركزنا، احنا الاول بنلعب الشيرات الدخاني الاخير، كسبنا في الوقت بدل الضايع. صحيح. احمد سيد زيزو. صحيح. وكنا ممكن نخسر، صح ولا؟ فانا بتكلم ان دلوقتي ما فيش، خلاص الفرقه كلها دلوقتي، الاهلي الماتش اللي قبل كده تعادل مع طلائع الجيش، مالناش دعوه بال، لا انا بتكلم انت المنافس بتاعك، ان انت بيتعادل مع طلائع الجيش، بيتعادل مع الدوري، بيخسر من المصري. الدوري بالنسبه لي كلمه واحده بس، انا اكسب ماليش دعوه بحد. ماشي، ما انا بتكلم ان انت بتقول لي الدوري ما فيش فرق، ما اقول لك الفرق الكبيره، فرق صعبه. ما فيش يعني فرق، شلال دخان بيعمل مع الزمالك كده، الفرق الثانيه طلع الجيش كان هيكسب النادي الاهلي، سيراميكا الاهلي تعادل في الوقت بقى ضايع بركله الجزاء. فالعمليه الامور السنه دي الدوري الامور صعبه جدا، ما فيش فرقه تقول انها ماتش مضمون. عندي ماتش طلع الجيش، عندي منافس قوي، عنده مدير فني مخضرم. صحيح. بيعرف يشتغل في الماتشات الثقيله بشكل كويس، بيعرف يدافع كويس، لازم اشتغل من دلوقتي على الفريق المنافس، اشوف مفاتيح الفوز بالنسبه له، مفاتيح اللعب، نقاط الضعف، نقاط القوه، الكلام ده كله لازم هيئ لعب بشكل كويس. انسى المباراه اللي فاتت، ابتدي اشوف، اتعلم منها وخلاص. طبعا انا عايز اتكلم بقى على نقطه مهمه جدا، دي عايز اتكلم عليها بالنسبه للمباراه. شيكابالا، وجود شيكابالا، شيكابالا هو اهم لاعب في نادي الزمالك في الفتره الحاليه. يعني احمد شيكابالا لا يقل أهمية عن أحمد سيد زيزو، وجود شيكابالا في الفريق عن أحمد سيد زيزو، أحمد سيد زيزو وطارق حامد. وبتتكلم مثلا كان أبو جبل وإمام كمان، وإمام عاشور طبعا لعيب مهم. حسينا نص الملعب فعلا مش بتاعنا، مفيش نص ملعب. طارق حامد كان تاي امبارح، بتحس إنه بيلعب لوحده في نص الملعب ومش هو طارق حامد. مع احترامنا لكل اللي لعبوا جنبه، لكن لا، إمام طبعا لعيب مهم، كواليتي مختلف، وكمان بيديك افضليه وبيخليك انت راكب المباراه في نص الملعب، وبتدي يشتغل على الجول، وبتدي يشوط كمان. اللي لما بيجي يقرب من 18 بتلاقي ده في ميزه كمان بيعملها إمام عاشور، ان هو لما بيستلم الكوره في قلب الملعب بتلاقي كله بيقفل. ليه؟ كله عارف انه بيشوط كويس، بيسدد كويس، فبتدي كله يفتح لك اطراف، فبيفتح لك، برافو عليك، بيفتح الاطراف، فبتدي تشتغل. لكن انت امبارح قافل لك الاطراف وبقول لك خش قابل من العمق، العمق عندك فيه مشكله، مين اللي بيشوط من بره؟ ما فيش حد بيشوط من بره. زيزو بس وبيضطر يضطر يجي من الطرف اليمين. زيزو امبارح كان مقفول عليه قفله، مقفول عليه قفله جامده جدا امبارح، لان هو الكابتن حلمي طولان تعليماته امبارح زيزو رقم واحد، كان نفسي يظهر وبن شرقي. كان نفس الجبهه دي ليه تشتغل؟ ما اشتغلتش امبارح، وفتوح امبارح كان خارج الخدمه. عايز اقول لك ان وجود شيكابالا هو اهم لاعب في نادي الزمالك دلوقتي، هو الروح، هو وجوده مهم جدا جدا، وبينزل يعني انا ماتش المصري انا كنت خسران من المصري، نزول شيكابالا انا مطمن. لما بكون شيكابالا عندي على الدكه انا ببقى كراجل عارف ان عندي حل يقلب الماتش. ايوه بيقلب الماتش. وبعدين لعيب شيكابالا نضج بشكل كبير، يعني ما شاء الله كام سنه، 34 سنه دلوقتي، ربنا يعني لسه ما زال قادر، عنده خبرات وبيديك الاول، وبيدي كمان حماس غير عادي للعيبه داخل الملعب، ان شاء الله بيديهم ثقه كبيره. في اللقاء الجاي بس هنتكلم عن عودته، هتبقى كويسه ان شاء الله. هنتكلم عن اللقاء الجاي بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. لسه مكملين مع حضراتكم، ولسه منورني كابتن سعيد، وعلشان نفكر في اللي جاي، وعلشان ما نفقدش نقاط تاني، وعلشان نبدا نحط حلول، ايه اللي نعمله الماتش الجاي؟ ايه التشكيل اللي نبدا بيه في اللقاء مع غياب طارق حامد عشان انذار ثالث، وشيكابالا ان شاء الله يكون جاهز، وامام راجع الماتش الجاي؟ ايه التشكيل الامثل وطريقه اللعب نلعبها في اللقاء القادم؟ يعني هنتكلم طريقه اللعب مبدئيا، هي زي ما بنشتغل 4-2-3-1، دي اللي احنا الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها. بس هو بيلعب 4-3-3 اكتر، يعني هو صريح شويه 4-3-3. يعني انا يعني خلي بالك، انت ما بتيجي تدور يعني في الطريقه نفسها هتلاقيها هي هي، يعني هي العمليه قريبه مش بعيده، لان كده كده بتلعب
تحت الفيرود بتلعب. حسام مرعي كان بادئ 4 3 3 وفي خط النص كان طارق ورؤى يمينه انت حسيت انها 4 3 3؟ مين عمر السعيد كان فيرود وكان بيلعب تحتيه 3، كان يوسف اوباما وكان اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو وقت الهجوم. وقت ما انا بكلم انا يعني خلينا انا زي ما احنا 4 3 3 زي ما بنتكلم بتلاقي برضه نفس الاماكن هتبقى هي نفس اللعيبه، ولكن انا هغير في التشكيل. ماشي. انا عندي الماتش الجاي لازم ابدا بعواد. ماشي. ابو جبل الراجل يعني كتر خيره، وفي وقت بيجي لك بيبقى دي اوف مفيش مشكله، انا كراجل لازم انا اقعد عشان افوق تاني اشتغل تاني. بس انا امبارح برضو كان معايا المحلل محمد خالد وقلت له هل لما الجون يغلط طبيعي اقعد ولاعب التاني ولا انا كده بقلل ثقته في نفسه ولا يعني الحل هنا ايه برضو يعني كتعامل مع اللعيبه؟ ماشي، انت بتتكلم فين؟ انت بتتكلم على بتتكلم لمصلحه مين دلوقتي؟ لمصلحه اللعيبه والنادي الاثنين اكيد. طب انا بتكلم لمصلحه النادي، مصلحه ماشي. النادي ان انا مش عايز اقول اخاف على شعور اللاعب، ولكن انا شايف ان من مصلحتي انا كنادي دلوقتي كمنظومه ككيان ان عواد اللي يبقى موجود يبقى عواد اللي يبقى موجود. بعدين انت راجل خدت فرصتك واشتغلت، وانا شخصيا بقول لك ان ابو جبل احسن حارس مرمى في مصر، ولكن الفتره دي لا، ابو جبل كتر خيره وابتدي ادي فرصه لعواد، لان كمان شايفين على السوشيال ميديا هجوم جامد جدا من الجماهير، برضه ده بيبقى رد فعل، ومش عايز ان انا يعني اخلص على حارس المرمى على ابو جبل، لا يبقى خلاص ابو جبل. بس الزمالك نادي كبير مش هيتحرك من السوشيال ميديا يعني. لا انا بتكلم احترامنا للجميع، ما هو ده خلي بالك، ما هو ده رد فعل برضه، ما انت الجمهور عندك، ما هو لا الجمهور برضه، ما هو الجمهور له حساب، ما بتكلمش ان الجمهور بيتكلم غلط، لا الجمهور بيتكلم صح. الجمهور بيساند ابو جبل وبيساند كل اللعيبه، فلما اللعيب الجمهور بيساند اي حد بيلبس تيشيرت الزمالك. فانا بتكلم ان ابو جبل انا لازم احافظ عليه ازاي؟ دي مش هتأثر ان انا لا يريح شويه ويشتغل عواد ما فيهاش مشكله، وبعدين عندي حارس دافع فيه ملايين وحارس مرمى منتخب مصر لازم يشتغل. ماشي. مصلحه النادي او مصلحه الكيان فوق اي اشخاص. عواد يلعب حارس مرمى، عندي حازم امام يبتدي يشتغل، حمزه المسلوسي برضه يريح مش مشكله، واشتغل كتير الفتره اللي فاتت ويعني انهك من المباريات والتعب والكلام ده كله. حازم امام ناحيه اليمين، فتوح ناحيه الشمال. اشتغل في اتنين في القلب، الونش ومحمود علاء زي ما انا شغال. هيبقى في قلب الملعب هيبقى طارق حامد. مفيش طارق حامد الماتش الجاي. سوري، هيبقى امام عاشور، هيرجع امام عاشور، وما عنديش مين ستة صحيح؟ مين هيكون ستة؟ ما عنديش بديل غير رؤى، يعني انا ما عنديش غير امام عاشور ورؤى دلوقتي، هما رؤى اللي موجود هو اللي شغال. ما في يعني هو رؤى وامام عاشور. اسلام جابر؟ لا اسلام جابر، لا اسلام جابر ما يبداش، يبقى رؤى وامام عاشور، وهبتدي اشتغل بزيزو وبن شرقي، وهاجي لزيزو بن شرقي، وفي الهجوم هحط سيف الدين الجزيري مش عمر السعيد، ولكن انا هقف على رقم 10. ما انا بقول لك عندي يوسف اوباما وعندي شيكابالا. انا برضو شايف ان يوسف اوباما ان انا شايف ان هو من مصلحته ان هو يبتدي، انا ما كان بيبقى لعيب ماشي بشكل كويس وبعد كده مستواه ينزل، يبتدي مستواه يقل ومن كتر المباريات و من مصلحته ان انا اريحه. صحيح. ان انا اقول له لا ريح، وابتدي اديله الشوط الثاني ليه؟ يبتدي يغير، يحس ان في تجديد وفي حاجه جديده، لكن ماشي على نمط واحد كل ماتش ابدا وهجوم شرس عليا ومستوايا مش لا، يبقى انا يوسف اوباما ممكن ابتدي ابدا بشيكابالا، او إن لو ما فيش خلاص هيبقى يوسف اوباما هو اللي موجود، لكن انا وجهه نظري ان اوباما كمان المفروض يبتدي يريح، ويبتدي يبقى بعد كده يبقى بديل الفتره اللي جايه لغايه ما يستعيد مستواه تاني، ويبتدي يبقى موجود في التشكيله المهمه، التشكيله الاساسيه. يوسف اوباما يعني من اهم اللعيبه في نادي الزمالك، وكسبنا كتير وفرحنا كتير، فمش عايزين برضه ندوس عليه، لان شفت هجوم برضه عليه وحتى في الفاول قلت لك هو مالوش ذنب فيه، برضه بيتهاجم. مباراه يعني هيبقى شيكا او يوسف اوباما، لكن شيكا لما بينزل دايما شيكا بيطمني، لما الفرقه بتبقى حتى مش فايقه زي ماتش المصري الشوط الاول او ماتش الشرقيه الدخان، نزول شيكا هو على الدكه بيطمني انا كراجل زملكاوي، وبيدي اللعيبه دفعه كمان لما بينزل، فانا دايما مع ان شيكا الفتره دي ورقه رابحه بالنسبه لي بره. سيسيه ممكن نشوفه؟ سيسيه حاليا عشان تنزله في مباراه زي طلاع الجيش وهو بعيد هيبقى يعني بتظلمه وبتظلم الفريق. سيسيه محتاج ينزل في وقت تكون انت كسبان فيه. ايمن حفني؟ ايمن حفني برضه لا، ايمن حفني لسه ما خدش في المباريات، وايمن حفني تبديله في مباراه المصري برضه ما كنتش متفق مع فيريرا، رغم ان هو نزل شيكابالا وسيف الدين الجزيري قلب المباراه، ولكن بعد كده لما نزل ايمن حفني برضه المباراه كانت في الملعب، يعني 2-1 المباراه رايحه جايه، ايمن حفني تبتدي تنزله وتشتغل معاه لما تكون الفرقه ماشيه بشكل كويس، لكن الفرقه محتاجه جول او الفرقه مضغوط او الفرقه المباراه رايحه جايه
لسه ايمن ما يقدرش يشتغل في الوقت ده، ما اقدرش ان انا ابدا بيه. ايمن ممكن يبقى ورق بديل عندي، ممكن استغله في ربع ساعه لو الامور قافله معايا خالص يا محمد، ومحتاج لعيب مهاري يبتدي ممكن يخش يعمل لي ركله جزاء، يعمل حاجه بينيه، ممكن اجازف بيه في اخر ربع ساعه. الحلول الهجوميه عندنا شويه على الدكه مش كتير، مظبوط ملعب كتير لكن على الدكه مش كتير. هل ممكن يستعين فريرا بفريق الامل؟ دلوقتي صعب في الوقت الراهن ده وفي المباراه اللي جايه دي، هو معاه نيمار بس، معاه نيمار ونيمار ونيمار انا شايف ان هو ما بيشتغل بصراحه، حتى لما نزل امبارح اتحرك يعني، والمباراه يعني المباراتين اللي قبل كده برضو اشتغل بشكل كويس. لكم في عونه، لكم في عونه في السن في التوقيت ده، في مباراه بدا فيها عمل بدا كان عامل جيم كويس يعني، بدا مكان بن فاركو تقريبا، مباراه فاركو كان من افضل لعيبه في الملعب، فهو برضو ورق معايا موجودة يعني. ربما هل ناقص مثلا مكان مثلا طارق حامد؟ ممكن نشوف ماجد هاني مثلا الماتش الجاي؟ لا صعب 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 جدا يعني، هو بدأ بيه قبل كده فيريرا ولعب معاه واشتغل معاه ولعب مع على فكرة. أنا بطرح أفكار، احنا بنفكر مستعد. ما أنا بتكلم يعني لما أكون أنا ماشي كويس وكسبان وفارق دي بتفرق، أشتغل وممكن ألعب واحد واثنين، لكن دلوقتي أنا خارج من مباراة صعبة جدا والامور صعبة، فما ينفعش اروح العب مع فريق بحجم فريق طلع الجيش وفريق هي يعني المباراة ان شاء الله باذن الله الزمالك يكسب ان شاء الله صحيح. نتمنى فوز الزمالك، لكن هتبقى مباراة صعبة، مباراة مش سهلة. فما جازفش بحط بلعب ناشئ دلوقتي وممكن انا احرقه بلغة الكورة، واللعيب يبقى مشدود والدنيا، اللعيب الكبير يبقى نازل مشدود وخايف، فما بالك بلعيب لسه داخل. لا انا شايف ان هو في الحته دي هيشتغل بيبقى مع عاشور وروق، هم دول الموجودين يعني. احنا لان الزمالك محتاج السنه الجايه محتاج حد في المكان ده، محتاج حد مع طارق حامد، محتاج حد مع عاشور لو روق كمل الموسم الجديد يعني. بتكلم ان الزمالك محتاج لعيب رقم 6 ضروري جدا 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 مع 8 كمان، ما هو 6 و8 و10 واثنين فراوده، ومحتاج باك رايت، ومحتاج مساج. الزمالك عايز حوالي 7 او 8 لعيبه السنه الجايه، 8 7 او 8 لعيبه لازم، ممكن كمان حارس مرمى جنش يبقى موجود لو في حد. لما كده كده المعارين بتوعنا تمام يعني، الاعراب بتاعتنا مفيش فيها مشكله، احنا بنتكلم على تدعيمات 8 لعيبه. 8 لعيبه الزمالك محتاج 8 لعيبه السنه الجايه، انت قائمتك 30 لاعب، لما اجيب 8 لعيبه او 10 لعيبه مش كتير، انا اجيب 10 لعيبه ايه، ما اجيبش 8 يعني 2 خط نص. عايز اتنين، خلي بالك انت محتاج 2 لعيبه كمان مركز 6، ومحتاج 2 6 2 6 ولا 1 6 1 8 2 6 1 8 يعني، عايز 3 في خط النص، 3 في خط النص اللي هو في القلب، 2 6 1 8 وهحتاج، ومحتاج كمان مساك يبقى الاربع لعيبه، ومحتاج باك رايت مساك مع الونش وعلاء وعبد الغني، وعبد الغني يبقى مساك، يبقى دي كده 4 لعيبه، يبقى 3 لعيبه في نص الملعب، ومحتاج مساك 4، ومحتاج باك رايت 5، ومحتاج حارس مرمى هيحصل بقى بيع اعاره تشتري. الحراس بتوعنا في اعارات، في اعارات عندك محمد صبحي لو رجع كمان هيبقى يعني كويس، يعني ممكن في امان. عندك ابو جبل وعواد لو في برضه جنش لو قدرنا نجيبه، انا شايف ان جنش جول كويس، كلهم كويسين صراحه، كلهم كويسين يعني. انا بتكلم ان انت لا انا قصدي على اللعيبه اللي الزمالك محتاج يجيبها، هيبقى في حارس مرمى نشتريه، ممكن مش نشتريه موجود يعني. لا ما هو الاعراب بتاعتنا راجع، ما في عمر كمان عبد الواحد، ما هو ده هيدخل شبانه، انا قصدي حلو جميل، يبقى عمر كمان عبد الواحد، يبقى انا كده مش عشان كده قلت لك خط مش هحتاج، يبقى مش شبانه، يبقى انا عمر عبد الواحد مش هحتاج بكره خلاص، يبقى عمر عبد الواحد موجود، ما انا قصدي لعيب جديد هيبقى شبانه، هيجي مساك شبانه ماشي. هل شبانه بالنسبه لنا كنادي الزمالك هل هيقدر ابو شبانه ان هو يبقى كويس؟ لعب كويس ماشي يعني، انا ماشي يبقى يعني الاسماء دي ان يبقى كده العدد بيقل بالنسبه لنا. عمر ابو واحد باك رايت موجود، جميل جدا، هتعامله كباك رايت؟ طبعا كباك رايت، وباك رايت لعيب كويس ومهم جدا وماشي كويس مع منتخب مصر، اوكي، وشغال بشكل كويس في الدوري الممتاز، هيبقى لكن انت محتاج ثلاثه بس في نص الملعب، هتحتاج حتى الان محتاج، انت عندك في لعيبه كويسه ممكن نجيبها، عند لو مهند لاشين ده قدرنا نخلصه زي ما قال ان هو خلاص يعني بنسبه كبيره، نتمنى مهند لاشين موجود كويس جدا، نبيل دونجا، عماد دونجا، في اسماء كتير، في لعيبه كويسه في المكان ده، في كمان عمرو السيسي لاعب الجيش ده لعيب كويس، عمرو السيسي لاعب طلاع الجيش ده لعيب كويس جدا، طب خط النص، طب وسط ملعب، طب في الجزء الهجومي، الجزء الهجومي عندك زي ما قلت انا بالنسبه لي جون اوبوكا اتمنى يكون موجود كراجل مهاجم، عندك احمد عاطف فيوتشر مهاجم كويس جدا، وفي كمان مهاجم الاتحاد السكندري، لكن انا بالنسبه لي جون ابوكا ده رقم واحد يعني، جون ابوكا ده رقم واحد صراحه. انا في الحته دي بيكون عندي ثقه في امير جدا صراحه. لا امير شاطر، امير مرتضى بصراحه شاطر، وشاطر في بيخلص بسرعه ومدرب سعداء ومفيش اي حاجه سريه، ودي حاجه كويسه بصراحه، بنعرف لما الدنيا بيتم الاعلان عنها، ودي بصراحه من الحاجات الجميله جدا، وعلى فكره دي بتحافظ على الفرقه كمان. انا بيعجبني في امير ان انا مثلا لو بلعب في المكان الفلاني عرفت ان جه لاعب في المكان ده
انا بحس ان انا همشي منك ممكن ما تمشيش، ممكن اجيبهم معاك جايب ده معاك عشان نعمل فيه منافسه نعمل فيه شراسه في المكان ده. امير مستر هو تقيل يعني بصراحه، يعني امير في شغله وفي صفقاته والكلام ده كله تقيل، وده بيعجبني فيه جدا ان هو بيبقى ايه كتوم شويه في قصه الصفقات. وده الصح، هفوجئ. اي ما ده الصح، انا هفوجئ ان شاء الله ان هتلاقي فلان وقع للزمالك، فلان وقع لعيب، فهتلاقي الصفقه كمان ليها مردود قوي جدا في وقتها، فدي حاجه كويسه. لكن الزمالك محتاج، لا الزمالك محتاج في لعيبه تمشي، في لعيبه لازم تمشي، هو دي سنه الحياه التغيير. مش هنقول اسماء من يمشي، لكن بنقول احنا محتاجين تدعيم، ممكن نقول الاسماء اللي ممكن تيجي اللي احنا محتاجينها. طب اقول لك وجهه نظر، بما انك قلت السوشيال ميديا وحاجات، في ناس كتير كانت بتقول لك ايه ما نلاعب فريق الامل، لا طبعا بس نعمل كذا، لا 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 لسه بدري، مش بدري، لا 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 مش هنمشي ورا السوشيال ميديا، انا بتكلم ما مش هخسر لسه بدري، يعني مش هخسر كل حاجه، ما لسه بدري لسه بدري في المنافسه على الدوري. اكيد انا ما بقولش ان السوشيال ميديا هتدير نادي الزمالك، لا طبعا، لا بقول لك وجهه نظر، وجهه نظر انا ضدها طبعا، ازاي العب الفريق الامل انا راجل اول دوري وعايز اخد البطوله، اروح اجيب لعيبه لسه ما حطيتش رجلي في الفريق الاول، اقول فريق الامل واجازف الكلام ده امتى؟ العب فريق الامل لما كارتيرون عملها قبل كده، لما كان بيشارك في بطوله ايوه كاس الرابطه، كاس الرابطه هو ده اللي انا استغل فيه فريق الامل. لكن انا راجل بلعب على بطوله الدوري، بلعب على بطوله الكاس، وبشارك في افريقيا واجيب فريق الامل، ده انا كده هحرقهم كلهم دلوقتي. انا امتى ابقى عارف اللعيب الناشئ ده او الصاعد ده امتى يبقى يدخل مع الفرقه، بكون الفرقه ماشيه زي ما انا لعبت مع فريق الاحلام سنه 96 و95، كنت بنزل مع كابتن اشرف قاسم، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن احمد رمزي، كانوا عتاوله، ايمن منصور، قاسي سعيد طبعا، احمد الكاس، حازم امام، محمد صبري، مدحت عبد الهادي، انزل ابقى موجود، الفرقه كسبانه 2-0 انزل العب انا وزميلي محمد رمضان واللعيبه اللي معايا، فهو ده الوقت اللي انت تشتغل فيه لغايه ما ابتدي اشتغل بشكل كويس، خلاص ممكن في وقت من الاوقات ابتدي تبدا مباريات. لكن ابدا بفريق الامل احط خلاص يبقى انا كده هخسر الدوري. طب لو عايزين نعدي المرحله النفسيه دي مع اللعيبه، يعني اللعيبه اكيد دلوقتي حاسه بالذنب، اكيد حاسه بزعل الجماهير، حاسه بالضغط اللي زاد عليها، اخرجهم ازاي من ده؟ ما طبعا ده دور مدير فني، جهاز فني، الجهاز الفني طبعا اكيد هيقعد معاهم على طول، هيجتمع معاهم في اول تدريب اذا كان النهارده او بكره، لازم هيبقى في جلسه مع اللعيبه قبل المباراه قبل التدريب. وامبارح على طول فيريرا اجتمع بيهم بعد اللقاء، عجبني قلت اللبس، وقال اللي مش هيلتزم في المرحله الجايه مش لهوش مكان في الفريق. وهو الراجل انا بيعجبني فيه صرامته، يعني الراجل، وخلي بالك هو يعني فيريرا من افضل المديرين الفنيين الاجانب اللي دخلوا مصر، خلينا متفقين، مدير فني وناس امبارح ابتدت تتكلم لك ده مش هو فيريرا بتاع قبل كده، لا 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 فيريرا لا، وبصمات واضحه على الفريق الفتره اللي فاتت، ولكن امبارح لا، هو كان من ضمن الاسباب، خلينا لازم هنقول اللعيبه السبب الرئيسي، وهو كمان ايضا من ضمن الاسباب، هو اللي بيتحكم، فلازم الخساره يعني الخساره لازم هتعم طبعا، اكيد في تقصير حصل من الجميع، ان شاء الله الزمالك يتدارك الموقف، عنده ماتش طلائع الجيش، وبعدين في مساحه كمان، وهي حاجه كويسه ان انت عندك اسبوع مش هتلعب بعد 3 ايام زي ما كان بيحصل ضغط مباريات، فدي ميزه ان انت تبتدي، بيقولوا نعمه النسيان ربنا بيديها لنا، ان انت ما بتقعد النهارده غير امبارح، غير اول امبارح، ف عندي وقت ان انا اشتغل، ان انا شيكابالا يرجع، ان كان مصاب بيعود، هيدي اضافه قويه جدا وهيدي دفعه معنويه كمان كويسه للعيبه، امام عاشور هيرجع برضه هيبقى اضافه كويسه جدا، عندي وقت ان انا اصلح اخطائي، ان انا ابتدي اتكلم مع اللعيبه بشكل كويس، عندي اي حاجه اقدر اعملها، لما بيبقى عندك مباراه خسران منها، خسران وعندك مباراه ثانيه، بتبقى انت بالنسبه لك انك تدخل في المباراه اللي بعديها تبقى صعبه شويه، لما يبقى عندك مساحه اسبوع برضه ما تطولش، لانك لما بتختم بخساره دي مشكله، لما بتختم بخساره وتقعد شهر تبدا قاعد زعلان، انا عايز اختم بمكسب، لكن انا عندي دلوقتي خساره من انبي والاداء ما كانش كويس، يوم الثلاث الجاي الفريق تعمل اداء كويس. وانا زي ما سالت حضرتك من شويه مين اللي ياخد فرص من الناس اللي على الدكه، مين اللي محتاج ياخد فرص، انا سالت الجماهير نفس الكلام في البدايه، قلت لهم يا جماعه مين اللي ممكن ياخد فرص، تعالوا نشوف جماهير الزمالك قالت ايه مين؟ وقالت مين من اللعيبه اللي حابين يشوفوها في الملعب الفتره الجايه. احمد عيد قال مساء الخير عليك يا قضاء، انا شايف لعيب لازم يستحق فرصه، هو رزاق اساسي، ايمن حفني وعواد لازم ياخد ثلاثة. فرصه، بالتوفيق لنادينا الحبيبي، ثلاثه طبعا من اللعيبه الكبيره وان شاء الله ياخدوا فرصه. محمد انور مساء الخير عليك يا قضاء، اللاعبين اللي يستحقوا الفرصه هم عواد، حازم امام، سيد نيمار، سيف جعفر، الجزيري، بالتوفيق لنادي الزمالك، بالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. سهيله مساء الخير يا قضاء ودايما متالق اشكرك، انا شايف ان عواد وكمان سيسي لازم ياخدوا فرصه، وبالتوفيق لنادينا الحبيب.
امير مساء الخير عليك يا قضاء، تحياتي للكابتن سعيد. انا شايف اللعيب اللي يستحق فرصه هو محمد عواد ورزق سيسي عبد الله جمعه، اتمنى عوده باسم مرسي للنادي في الفتره او في الموسم اللي جاي، ومهاجم مرعب بالتوفيق لنادي الزمالك في المباريات القادمه، وان شاء الله الدوري في 100 عقبه. انا بحبك يا زمالك، كلنا اكيد بنحب الزمالك، بس مرسي بقى لنا فتره بنقول كل الكلام زمالك. كل الكلام اللي الناس متضايقه واحنا متضايقين عشان خاطر الزمالك، بس من الناس المحترمه طبعا. سماح بتقول مساء الخير عليك يا قضاء ودايما متالق، اشكرك. انا شايفه من وجهه نظري اللي يستحق فرصه من اللعيبه ايمن حفني، عبد الله جمعه، عواد، بالتوفيق للزمالك دايما ان شاء الله ان شاء الله. عبد الله جمعه، انا عبد الله جمعه برضو انا معاهم، متفق معاهم ان شاء الله الفتره الجايه الزمالك يكون ليه انتصارات ويعود مره تانية. ابو الكبات نورتنا وشرفتنا، والفتره الجايه ان شاء الله نبارك لبعض يا رب، ونرجع الزمالك يمشي كده على خطى السليمه مره تانية، وفريرا يقدر يظبط المشاكل الفنيه. شكرا ليك يا ابو الكبات. وكلامنا في النهايه، ارجو اللعيبه تكون متفهمه زعل الجمهور، ارجو اللعيبه تكون متفهمه زعلنا. انتوا لعيبه كبيره طبيعه الحال، لو انتوا كان عندكم مشكله او انتوا ما كنتوش كويسين ما كنتوش هتكونوا موجودين في نادي الزمالك. انتوا لعيبه عندها امكانيات، افتكروا ذكرياتكم الجيده، انسوا اللي حصل، اقفلوا على نفسكم، علشان احنا عندنا ثقه كبيره فيكم، ومهما حصل هنفضل في ظهركم. دي رسالتي للاعبين، ودايما مساءكم ابيض بخط الحمر.